قصة نجاح مصرية رائعة وملهمة، قصة طويلة عابرة للحدود، حافلة بالدراما. اليوم معنا ضيف كبير، موهبة عبقرية، بدأ رحلته من أقصى الصعيد ليصل بالكفاح والتعب والمثابرة إلى العالمية، مع عازف البيانو المصري العالمي رمزي ياسه. هيك دلوقتي بقيت اسم يعني مش على مستوى مصر فقط أو على المنطقة، لكن المستوى العالمي. كيف يستطيع الموسيقار أن يصل إلى هذه المرتبة؟ الانتشار خارج حدود مصر بيجي مع كم النشاط أو البلاد اللي الواحد بيزورها والمناسبات اللي الواحد بيروح. والحقيقة حفلات حضرتك هنا يعني مجرد الإعلان عنها بيبقى فيه إقبال شديد جداً، وصعب من الواحد يلاقي تذكرة عشان يدخل يعني يشوف حضرتك. كل واحد بيكون الجمهور بتاعه. فأنا من يعني ابتديت أكون الجمهور بتاعي بقالي فوق 60 سنة دلوقتي. فكرة تدريس الموسيقى التي كانت في المدارس زمان كانت مهمة. مهمة جدا مش عشان يطلعوا موسيقيين، مهمة لأنها مادة زي بقية المواد. التقدم عمره ما بيجي كده ماشي على رجل واحدة، لازم التقدم يكون ماشي في كل مجالات بشكل يعني متوازن. عن الطموح والإرادة والطريق الشاق من المحلية إلى العالمية، هذه قصة نجاح مصرية ألهمت ملايين الشباب. حوار جديد في حديث العرب من مصر الخميس 7 مساء على قناة مصر الأولى.